السلام عليكم، ان شاء الله الجميع يكونوا بصحة وسلامة. فيديو اليوم راح نتكلم عن الون درايف، اللي هو احد تطبيقات المايكروسوفت اوفيس 365. ون درايف او هي سحابة الخزن بالاوفيس، راح تكون عندك مساحة خزن كلش كبيرة للشخص الواحد، تصل الى 1 تيرا. يعني وكأنه انت مشتري لابتوب خاص بيك اونلاين، محمل كل ملفاتك وكل مجلداتك عليه. مجرد ما انت يكون عندك حساب بالاوفيس، ومجرد ما انه انت تمتلك الباسورد لهذا الحساب وتقدر تدخل عليه من اي حاسبة كانت، كأنه تكون بالبيت او تروح مكان عملك، مجرد ما تخلي الباسورد للاكاونت اللي انت داخل بيه بالاوفيس، راح تظهر عندك الملفات والمجلدات اللي انت خازنهم بهذا الوان درايف. خلينا نشوف شنو مميزاته او شنو الخصائص اللي راح يقدم لنا اياها الوان درايف، اللي هو ايضا مثل ما قلنا انه هي مساحة خزن جدا كبيرة، تكون 1 تيرا لخزن الملفات والمجلدات. وايضا راح انه تقدر تدخل عليها من اي حاسبة، مجرد ما انت تمتلك الباسورد. ايضا تكون عندك مساحة واحدة، يعني او بالاحرى مكان واحد مخزن بيه كل ملفاتك. يعني انت ما راح مثلا انه هي مرات انت من نشتغل على فد شيء، او تكون عندنا ملفات هواية او فد شيء، راح نحتاج مثلا الفلاش ميموري، راح نحتاج الى هارد خارجي ممكن نشيله ويانا، او فد سي دي مخلين عليه يعني اشيانا، او لابتوبنا نقدر ناخذه مثلا من مكان الى مكان. بس اذا انا محملة كل ما يخص شغلي هذا الوان درايف، او كل ما تخص العمل مالتي على هذا الوان درايف، اقدر مخصصت له مكان واحد حافظه بيه كل ما احتاج. وايضا انه انا اقدر افتحه من كل مكان، او اقدر اعدل عليه من كل مكان. يعني انه شلون راح اقول انه مكان واحد، مثل ما قلت قبل شويه انه كانه انت مشتري لابتوب سعة الخزن مالته كبيرة، وحالي وموجود عندك اونلاين، مجرد ما انت عندك الباسورد تقدر تستخدمه. ايضا توفر لك ميزة المزامنة ويا الديسكتوب. يعني انت مثلا ما راح تفتح الدرايف وراح تكون مثلا تشتغل على فد ملفات او فد شيء، واحتاجت مثلا في هذا الملف انه انت تحمله على الديسكتوب، او حالة عكسية مثلا اذا انضرب اللابتوب مالتك او انضربت الحاسبة، وانت عندك الشغل مالتك موجود بهذه الحاسبة، وانت اصلا يعني مسيفه بالدرايف مالتك، مجرد ما اي خلل انه صار بهذه الحاسبه وانت عندك محملهم على الدرايف، ما راح يضر اي شيء ما دام انهم موجودات ومحفوظات بالدرايف. راح تقدر تفتحهم من اي حاسبه، مجرد ما تدخل الحساب مالتك والباسورد، وتقدر تعدل على اي شيء يخصك انت مسيفه بهذا الوان درايف. هسه نيجي نعرف انه شلون او كيف يكون شكل الوان درايف بالمايكروسوفت اوفيس. طبعا راح يكون هذا الشكل اللي هو مثل ما يعني مثل ما يقولوا انه هو سحابة الخزن او سحابة الخزنية اللي هي الوان درايف، راح يكون بهذا الشكل. انقر عليه، راح يكون بهذا الشكل. هنا راح تظهر لي هذا الماي فايلز اللي مثلا انا مسيفتها او انا مشتغله عليها. عندي هنا هذا النيو، اقدر طبعا احنا مثل ما قلنا انه هي مساحه خزنيه كبيره، فانت اذا تريد مثلا تخزن بيها يعني الاشياء او كل ما يخص عملك، راح مثلا نسوي فولدر يعني اسميه فد اسم، انه مثلا انا مجلداتي او محاضرات او يعني شنو الشغل، مثلا خلي اقول مثلا انه هذا يعني الفولدر راح اخصصه للعمل، يعني انشئ فولدر يخص كل ما يخص عملي، اي اسم اخلي هذا الفولدر. ايضا انه انا يعني اقدر ادخل هنا واشتغل بيه. ايضا انه هنا شنو اقدر اسوي مثلا، يوفر لك ميزة ايضا انه هنا كل تطبيقات الاوفيس موجودة اونلاين تقدر تشتغل عليها، يعني بعد مو شرط انه تروح للاوفيس مالتك القديم وتاخذ دوكيومنت وتشتغل عليه، او اي تطبيق من تطبيقات الاوفيس راح تكون
هنا موجودة عندك أونلاين، تشتغل عليها وتخزنها بهذا الفولدر اللي أنت سميته أيضا، ويكون عندك محفوظ أوريدي موجود عندك. أيضا إنه هنا أكو فد ميزة، إنه أنا هنا أي مثلا أي فولدر أي دوكيومنت، مجرد ما اتك عليه او اشر عليه راح تكون عندي هذه الخيارات اللي هنا موجودة عندي. مثلا هذا الملف اريد يكون هذا ملف المحاضرات، مثلا اريد اسوي له شير ويا يعني فد شخص معين، مجرد ما اخلي الايميل اللي اريد انا اوديه او ارسل الى هذا الفولدر، اخلي الايميل واسوي له سين، اوكي راح يكون عندي هذا الملف ارسلته لفد شخص انه انا اريد ارسله. ايضا راح يكون عندي الخيار الثاني اللي هو داونلود، يعني مثلا انه انا هذا الحاسبة فتحت عليها هذا الاوفيس او هذا الون درايف، واريد انزل فد من هذا الدرايف اللي عندي انزله بهذه الحاسبة اللي حاليا انا فتحت عليها، عادي انه راح تخليه اسوي له داونلود، راح تنزل على هذا الحاسبة اللي انا بيها. والديليت اذا اريد امسح هذا الفولدر، اوكي اقدر امسحه. طبعا نفس الشغل مالت الاوفيس، انه هاي ايضا هم راح يروح للريسايكل بن. اذا اريد ابقي، اوكي بقي ممكن استرجعه، واذا ما اريد استرجعه هم اروح للريسايكل بن، وهناك هناك هم ايضا امسحه، يعني نفس الشيء بالضبط. ايضا عندي خاصية الموف تو. الموف تو هنا راح تنقله لك، يعني هي الفولدر النسخة كاملة تنتقل، يعني من مثلا هذا المكان اذا اريد مثلا انقلها لملف ثاني او الفولدر ثاني عفوا. اما عندي الخيار الاخر اللي هو كوبي تو، اكو شغلة هنا أنا اكو فد ميزة، كل هذا العمل الموجود بهذا الدرايف راح يكون عند بي لينك خاص بي، فالكوبي تو راح يسوي لك نسخة لللينك الموجودة بهذه الأعمال أو هذه الفولدرات والدوكيومنت، تسويها كوبي تو. مثلا إنه أنا أريد أنسخها الفد مكان آخر معين هنا بهذه الفولدرات أو هذه، أو أيضا إذا مثلا إنه أنا أوديها الغير مكان هذه، أخذ مجرد ما إنه أخذ نسخة من عندها. هذا الكوبي تو. أيضا الرينيم، اذا اريد اغير اسمه، يعني فد شيء طبيعي او فد شيء عادي انه انا اذا اريد اغير فد اسم من هذه الفولدرات. اما كرييت البوم فروم فولدر، يعني نفس الشيء اقدر انه انا اسوي فولدرات. هذه بالنسبه اذا اريد افوت على الماي فايل، مثل ما قلنا انه هي مساحه خزنيه ارتبها بالصوره اللي انا اريدها، ارتبها حسب احتياجي، اسوي الفولدرات حسب ما انا احتاج، وعندي هذه الخيارات اللي قدامي اذا اريد ارسلها واذا اريد اسوي لها داونلود مزامنه مع الحاسبه اللي انا موجوده او اللي فتحت بيها. مثلا انه انا محمل شغلي من البيت واريد اروح انزله بحاسبه بالعمل، اسوي له داونلود، الديليت، الموف تو، هاي كل هالخيارات متاحه الي بالدرايف. هنا الريسنت هاي الشغله اللي اشتغلتها مؤخرا، هذا راح يبين لي هنا. الفوتو نفسه، انه هذا الفوتو شنو انا محمل الفوتو مثلا على الدرايف حاليا، لانه ماكو شيء هنا فما ما ظهر لي شيء. ايضا الشيرد هنا شنو، مثلا انه زملائك يعني مثلا بالعمل او الفاميلي او الفريندز، شنو هم اللي دازيلك او انت شنو دازلهم، راح تكون هنا بالشيرد راح تلقى الاشياء اللي انت يعني متعاون مثلا ويا زملائك ويا كادر فد عمل، ترسل لهم ويرسلوا لك، راح تكون بهذا الفولدر. لحد هنا تكلمنا عن الوان درايف، اتمنى تكون هذه المحاضرة نوعا ما انه هي مفيدة، وشكرا للاصغاء، وان شاء الله جميع يكون بصحة وسلامة، وشكرا.